أهم حاجة النهاردة لازم تتقال مش عن الحضور وعلى عن كم الثقة في مجلس الإدارة طبعا اللي بيقوده زي ما الناس عملوا سلوجان محبوب الخطيب والذين معه، لكن الأهم هو أن هناك الكثير مما طرح. الناس بس عندها ميس أندرستاند أو في سوء تصور في حتة، هي أنه حتى يوم الاقتراع لازالت اللائحة تحت أمر الجمعية العمومية. ده اللي النهاردة أكد عليه الزميل العزيز شريف فؤاد، وبالتالي أرجو من خلال القناة أن نبرز هذا العنوان، أنه حتى الآن حتى يعني لو الكاميرا جابتها اسمها نسخة للمناقشة، وبالتالي كل ما طرح يؤخذ في الاعتبار. أخشى ما أخشى أن البعض يحاول أن يقول للأعضاء لا ده أنتوا بتتناقشوا في الموجود اللي هو رايح على يوم الاقتراع. مش صحيح، مش طبيعي. الأكثرية صحيح عارفة، لكن على القناة أن تؤكد العنوان أنه حتى يوم الاقتراع مع طبع آخر نسخة من لائحة عائلة الأهلي أو لائحة النادي الأهلي بجمعياته العمومية سيكون يوم كامل وأيام سابقة للتعديل فيما هو يمكن تعديله لحساب الجمعية زي ما قال كابتن حمود الخطيب المالك الحقيقي للنادي الأهلي، جمعياته العمومية وجماهيره اللي بيتقال عليها حماية. طبعا هناك يعني كبار مقام واحترام وسن وتاريخ من سبقوا الجميع في النادي الأهلي لوضع هذه اللبنات، وبالتالي ليس من الغريب أن يقال مبادئ التتش وهو لم يضبط يوم رئيسا ولا مديرا ولا أي شيء، يعني أن يظل للمايسترو تاريخه العريق رحمه الله. وبالتالي وأنت في النادي الأهلي تشعر بإحساس مختلف، يمكن بدعوى أنه النادي الأول الذي كون للطلبة المصريين أو لحماية الطلاب المصريين ضد أندية كان الاحتلال هو بطلها الرئيسي هو ومن حوله. يعني يمكن الموروث ده هو اللي خلى مش فكرة نادي الوطنية، فالوطنية في كل مصر، ولكن فكرة البيت الكبير أو الدار بالنسبة للمصريين بكلامهم البسيط، لأن هناك ما أطلق عليه دستور النادي الأهلي، وكلنا شفنا مع عنوان مصر الجديدة كان هناك زحف لتأييد دستور المصري، ومن ثم الجمهورية الحمراء الآن تؤكد أن هناك دستور جديد لأجيال وأجيال إن شاء الله سيكون حاضر في الميعاد. كل هذا الشعب الأحمر لدعوة بعضه البعض، مش بس بقيادته اللي اختارها، وبالتالي المعادلة سهلة.